من جهة أخرى، أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، أكدت على مواصلة الجهود خلال رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا والاستمرار في ضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق أعلى المستويات وتكثيفها بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. بالنسبة إلى الوضع الصحي للحالات القائمة فأحب أطمن الجميع. بالنسبة للحالات الموجودة حاليا هي 1162 حالة، جميعها حالات مستقرة. يوجد بعض الحالات اللي يكون عندها اللي هي احنا نصنفها بأنها التهابات رئوية، هناك حالتين فقط تحت العناية المركزة، وبعض الحالات استقرت وتشافت وتماثلت للشفاء وشفنا انه يخرجوا من المستشفى او من الحجر الصحي. حبيت بس اركز على ما تفضل به الدكتور مناف بالنسبه الى حلول شهر رمضان. في احنا الحالات اللي نشوفها اكثر شيء تكون مثل ما تطرقنا اليها سابقا واللي اعلن عنها الجميع انها تكون حالات الى مخالطين مقربين، فنحب نركز على اللي هو تقليل وتفادي التجمعات العائليه في خلال الشهر الكريم، وهذا من خلال التعليمات إن شاء الله اللي بتكون موجودة على وزارة الصحة، طبعا الجهات الحكومية والإرشادات اللي راح تكون موجودة لمساعدة الجميع.